لو الحكاية فيها إن فيتو. بالنسبة لعلاقة مصر بروسيا، يعني هل مصر مثلا بتدعم العلاقات التجارية باستيراد السلاح بس، ولا ممكن نستورد حاجات ثانية؟ هو بص، أنا مش معنى أنا ندعم علاقته بدولة ونقف علاقته بالدولة التانية. كل الدول لازم ندعم علاقتنا بيها وما نخسرش أمريكا، ولكن هي الظروف والمؤامرة اللي كانت عاملها أمريكا، لأن أخطر من الحرب الإرهابية الحرب الاقتصادية. لأن أنت لما تيجي تشوف أمريكا لما عملت في ليبيا عملت إيه؟ فركشت الدولة، ما بقاش في دولة، بقى في ميليشيات، كل ميليشيا قعدت على بير بترول وقالت أنا هصدر البترول، وبتصدر البترول بدعم من امريكا. يعني المنطقه دي بتتبع امريكا، خلاص نسمح لها والمراكب وتدخل. لسه في مشكله، كوريا الشماليه دخلت مركب ومجموعه قالت ده البترول ده بتاعنا، والدوله بتقول لهم انا مش البترول ده بتاع الدوله. فهي امريكا عايزه كده، عايزه تحاربك اقتصاديا وتستخدم الناس اللي موجودين في قلب الدوله، بدل ما هي تيجي تتكلف فلوس وتجيب طيارات وتضربك بالطيارات وتحسب عليها انها بدولة استعمارية، تقول لك لا ما نصلت شوية، مش فاهمين زي ما حصل في الثورة، الطابور الخامس، التكفيرين. يعني من امتى امريكا كانت علاقتها بالجماعة التكفيرين الارهابيين، مش المسلمين، دول مش مسلمين لان احنا كلنا مسلمين، اللي هم بيدعوا الاسلام. يعني في شفت افلام فيديو كتير في اليوتيوب، واحد بيذبح واحد ويقول بسم الله الله اكبر الله اكبر، ده بيذبحه، انا شفته في تونس. طب ايه علاقة ده بالاسلام؟ شفته ولا مشفتش الفيديو ده؟ افتح عليه والله بيقول بيذبح الراجل ومش عارف ايه، والله المستعان، الله المستعان على انك تقتل نفس البشرية. فانا عايز اقول للناس التكفيرين دول اللي استخدموا في الفترة عشان يقودوا الدولة المصرية، دلوقتي احنا في حرب مع القوات او الارهابيين الاقتصاديين. الدولة من غير اقتصاد قوي لا هيبقى فيها جيش قوي، ولا هيبقى فيها شرطة قوية، ولا هيبقى فيها تعليم، ولا هيبقى فيها إسكان وبتاع، لأن كل المشروعات اللي بنقعد نحكي عليها والدولة بتعملها والكلام ده كله ما لا يمكن أن تنفذ إلا بأموال. ما كانش عندك الفلوس لا تعملي بيها المدرسة، يبقى أمر المدرسة احلم زي ما أنت عايز تحلم. زي برضو احنا قاعدين دلوقتي بنشوف المرشحين السياسيين قاعدين بيكلموا في الانتخابات الرئاسة. انا قريت لواحد من ضمن المرشحين عمال يتكلم كلام خيالي واستحالة يعمله ولا عنده القدرة، لان انت عشان تعمل مشروع، يعني برضو مع, 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 مع تكرار كلمة تنمية خليج السويس دي، احنا عندنا منطقة تنمية شمال خليج السويس اللي هي موجودة من الاول، فيها اراضي وفيها بنية تحتية تشغل مش هقول لك 5000 مصنع، اللي مستخدم منها مجموعة بسيطة جدا، وخمس ستة أسماء حاطين إيديهم، كل واحد خد له 5-6 مليون متر وبنى على جزء منها وبيسقع البتاع دي. يا جماعة دول المستثمرين، وبعدين أنا جبت له الأرض بطلع عينه في استخراج التراخيص. في مستثمرين كتير جدا جم في مصر وأسسوا شركات، ولما بدأوا دخلوا في التنفيذ طفشوا، قال لك أنا المفروض مصنعي يشتغل بعد سنة، ده أنا لسه ما خدتش الموافقة عشان خاطر أعمل مثلا أدخل الغاز، لسه ما خدتش الموافقة عشان أبني، لسه ما خدتش. وبعدين تدخلي على الموافقات 120 موافقة، كل الوزارات وكل الهيئات اللي موجودة في البلد لازم تاخد منهم موافقة.